العسكار وذكرهم بابونا وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. افلح من يصلي على محمد وآل محمد. ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. في هذه الآية المباركة حث وحض على النفر لطلب العلم ولقضية التفقه وللرجوع والإنذار. وإن كان النفر في اللغة ينطبق على عنوان الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن الآية المباركة هنا استخدمت كلمة نفر، الفعل نفر، فلولا نفر لطلب العلم، خاصة إذا ترافق معه الشدة والصعوبة فإنه ينطبق على عنوان الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو أعظم الجهاد. وهذا ما نجده في حياة أحد فقهاء الإمامية، وهو المحدث والمحقق الشيخ يوسف ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ إبراهيم البحراني قدس الله نفسه ورحمة الله عليه. والمحدث البحراني، والصحيح أن يقال البحراني، وهي النسبة الصحيحة لأهل البحرين البحراني. وأما كلمة بحريني فهي خطأ حسب النظر اللغوي، الصحيح أن يقال البحراني. أما كلمة بحريني هذا تعبير جاء به لأغراض طائفية لا يخفى على أهل المعرفة. المهم ولد سنة 1107 هجرية وتوفي سنة 1186، يعني عمره قرابة 80 سنة. والده الشيخ أحمد كان من الفقهاء وعنده كتب قيمة، منها شرح بعض كتب الحديث والمسائل المدونة، وكان يذكر بمستويات عالية. التفت أبوه إلى الابن، التفت الأب إلى الابن، يعني والد الشيخ يوسف التفت إلى ابنه الشيخ يوسف، فرأى عنده إمكانات علمية ومخائل ذكاء، فاعتنى به في أيام صغره
وعين له مدرسا. وهنا يشير إلى أثر الوالد عندما يرى إمكانيات علمية في أولاده فيشجعهم على طلب العلم، يشجعهم على النافع والصالح. ونجد بالتالي أن الابن يرد جميل الوالد في قضية تخليده واستمطار الرحمات. المهم عين له مدرسا يدرسه وعمره 6 سنوات، فكان هذا المدرس يأتيه يوميا إلى البيت يدرسه وبأجرة. وأيضا كان جده الشيخ إبراهيم كان يعلمه الكتابة، وكان حسن الخط، وكما قيل بأن الخاط حسن الخاط، للفقير مال وللغني كمال. يعني لما إنسان فقير ويكون خطه جميل هو مال، وللفقير كمال. لكن أحيانا ربما بعضهم عنده خط كأنما اصطلاحنا دجاجة مرت وطبعت برجولها على ورق، فخطه لا يفهم. على كل حال والد جد الشيخ يوسف كان حسن الخط، فعلم حفيده الكتابة. لما بلغ 10 من العمر هنا صارت معارك طاحنة بين قبائل الهولة والعتوب، يعني صارت معارك طاحنة وكما يقال أكلت اليابس والأخضر، تحولت إلى فتنة داخلية، ودخل فيها من لم يكن فيها، لأن البلاد فوضى صارت. فالذي عنده سيف يأسر الغني التاجر ويأخذ أمواله، العالم يهان، الشريف يداس. فعلى كل حال ولهذا ورد صارت فوضى، ولهذا ورد في الروايات أسد حطوم خير من سلطان غشوم، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. يعني إذا أسد مفترس يفترس هذا أقل شر من سلطان غشوم، يعني سلطان ظالم، يعني حاكم ظالم جائر. وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم، يعني أنه تصبح البلاد فوضى، لا حكومة لا غير ذلك. فصار على أثر هذه الأحداث أنه تم التجاوز على المحرمات وانتهكت الأعراض، أموال أخذت، ديست شخصيات. فقرر عدد من أهل البحرين الهجرة من البحرين إلى خارج البحرين. طبعا أقرب المناطق للبحرين آنذاك هي القطيف والإحساء، فهاجر عدد منها إلى تلك البلاد، ومنهم والد الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه. الشيخ أحمد هاجر ومعه عائلته، ولكنه ترك ولده الشيخ يوسف في البحرين لحماية أمواله وبيته وبستانه ومكتبته الضخمة. عند مكتبة ضخمة في بيته، فأبقى ولده الشيخ يوسف. وكان الشيخ يوسف بين الحين والآخر كان يبعث إليه بعض المخطوطات الثمينة تخوفا على تلفها من السراق أو اللصوص وغيرهم. صارت سنة 3 سنوات
صارت هدوء نسبي، فقرر والد الشيخ يوسف أن يرجع إلى البحرين. ولكن بها الأثناء تم غزو البحرين من قبل العمانيين، وأهل البحرين كما نعلم أنهم محسوبون على مذهب أهل البيت، على المذهب الإمامي، والأهل عمان محسوبون على المذهب الأباضي، والمذهب الأباضي بالتدريج ينتمي إلى الخوارج. فهنا صارت المصالح الطائفية والدوافع الطائفية والدوافع المصلحية، عندئذ صارت معارك طاحنة دامية دمرت فيها الممتلكات. ومن بين ما دمر مكتبة والد الشيخ يوسف أحرقت. فلما علم والد الشيخ يوسف بأن أمواله ضاعت تلفت وأن مكتبته أحرقت، تأثر تأثرا شديدا وطلب من ابنه أن يرحل إلى القطيف. ولكن ما أن رحل الابن مرض والد الشيخ يوسف تأسفا وحزنا على أمواله وعلى مكتبته، بقي شهرين مرض توفي رضوان الله عليه ودفن بالقطيف. بقي الشيخ يوسف في القطيف 3 سنوات بعد وفاة أبيه، وهناك درس على يد عالم اسمه الشيخ حسين الماحوزي، درس على يديه الرواية والحديث وعلم الفقه، وكان يكبره الشيخ، يعني في ترجمة الشيخ يوسف كان الشيخ يوسف يكبر هذا العالم. 3 سنوات ثم رجع بعدها إلى البحرين، وبقي 5 سنوات وأخذ يتتلمد على علمائها الكبار، إلى أن أخذ شيئا فشيئا ينمو استثنائيا في علوم أهل البيت، في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن يبدو أن هذا الرجل قد وكل به البلاء توكيلا لا يفارقه، يعني البلاء أصبح موكلا به، فلم يستقر في البحرين. وطبعا البحرين منذ عام 950 هجرية ما عرفت الاستقرار. مرة هجم عليهم الهولة والعتوق، بعدين الأباضية، بعدين والبرتغاليين وغيرهم إلى يومك هذا. فلم يستقر في البحرين بسبب تلك الظروف، فهاجر إلى إيران، إلى شيراز. وهناك كأنه في شيراز في بادئ الأمر ابتسمت له الدنيا أولا، فاستقبله حاكمها ورأى فيه أن هذا رجلا محدثا عالما فقيها جليلا، فقربه إليه وأوكل إليه الأمور الدينية، فأقام الجمعة والجماعة وأخذ يرشد الناس ويفتيهم ويجيب على أسئلتهم. وهناك في شيراز ألف عدة كتب، 6 كتب أسماها بأجوبة المسائل الشيرازية البهبهانية، لأنه ألفها في منطقة شيراز. 6 كتب سماها أسئلة أو أجوبة المسائل الشيرازية البهبهانية. وكما أقول بأن هذا البلاء موكلا به، بعد فترة وجيزة هجم أحد الأشرار على حاكم شيراز ومعه جماعة وقتله وصفى ملكه،
وأخذ ينتقم كل من قربه. وبالطبيعة الحال فإن الشيخ يوسف كان من المقربين، يعني كانت الأمور الدينية، لأنه فوض إليه الأمور الدينية، فكان من المقربين، فلهذا فر ناجيا بنفسه بعيدا عن تلك القرية، يعني بعيدا عن شيراز إلى قرية ثانية. وهناك بقي يعمل في الفلاحة، يعني عامل مزارع يعمل في النهار في النخيل، وفي الليل يبدأ بتصنيف الكتب، يعمل في النهار في النهار وفي الليل يصنف الكتب. وهناك بدأ بتصنيف كتاب الحدائق الناظرة في علوم في فقه أهل في فقه العترة الطاهر. من هناك بدأ يؤلف الكتاب، وهذا الكتاب إلى الآن مطبوع وموجود في 25 مجلدا ضخم. وطبعا بقي هناك يعمل من أجل معاشه، وبعد الانتهاء من العمل يصنف الكتاب ويؤلف الكتاب. بدأ بتأليف كتاب الطهارة، وطبعا أنه كتاب أنه المحدثين، يعني مو فقط يقول جائز أو غير جائز أو هذا حلال وذاك حرام، لا، يذكر المسألة ويستدل عليها بحديث عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني يستدل بحديث، من خلال الحديث يستنتج النتيجة. إلى أن ذات يوم هجم أحد الأشرار، يعني جماعة للأشرار، على بيته وأحرقوا بيته، أحرقوا بيته بما فيه، ففر ناجيا بنفسه وبأهله وبزوجته، وكان مريضا، يعني خرج مريضا، فر بنفسه وزوجته إلى أن وصل إلى منطقة تسمى اصطباهانات. هناك بقي فترة إلى أن توجه إلى كربلاء، كربلاء المقدسة، وهناك استقر نوعا ما في كربلاء المقدسة، وقال أنه مكث فيها 20 سنة. وخلال إقامته في كربلاء المقدسة تتلمد عليه الكثير من العلماء، يعني كثير من العلماء توجهوا إليه لطلب الحديث والعلم، ومنهم بحر السيد بحر العلوم قدس الله نفسه، كان من تلامذة الشيخ يوسف البحراني، استجاز الحديث من الشيخ يوسف البحراني، ومنهم السيد علي العاملي صاحب كتاب رياض المسائل، ومنهم الشيخ محمد مهدي العراقي، هذا أيضا كتاب صاحب أو النقر، صاحب كتاب السعادات، كتاب قيم، كان الرجل عنده عالم في مختلف سائر العلوم، ومن طلبته ابن أخيه الشيخ حسين العصفور أعلى الله مقامه. يعني هؤلاء تتلمدوا عليه. طبعا الشيخ يوسف الشيخ حسين العصفور هو الذي أكمل كتاب الحدائق الناظرة أو الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة، 25 مجلد أكملها الشيخ حسين. وهنا أمر بتعليق بسيط مررت عليه البارحة، أنه عندما يذكر الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه يذكر الصراع الذي جرى بين الأصوليين والأخباريين، بعضهم يتصور أن هذا أن هؤلاء فرقة منحرفة ضالة عن الشيعة،
وأنهم يختلفون؟ لا، حتى تصور بعضهم يسأل يقول هل يصح صلاة الأخباري خلف الأصولي أو الأصولي خلف الأخباري، ولماذا لا يصح؟ ولماذا لا يصح؟ يعني بعضهم تحصل حتى في الاستفتاءات، يعني هذا ناتج ماذا؟ ناتج من تضخيم القضية ووجهة الاختلاف. وإلا كما قال العلماء القدامى أنه منهم السيد محمد سعيد الحكيم الذي ذكرت رأيه البارحة، أنه يقول عند كتاب وإن كان قليل الصفحات لكنه عظيم النفع والفائدة، يذكر بأن الاختلاف بين المدرستين اختلاف طفيف، عند كتاب اسمه الأخبارية والأصولية فرقة واحدة لا فرقة بينهما، ويذكر الاختلاف مجرد اختلاف بسيط، يعني في عملية الاستنباط ذاك يستنبط بطريقة وهذا يستنبط بطريقة أخرى، هو المقصد واحد لكن الطريقة مختلفة، هذا له منهج وذاك له المنهج. ولا أزم القضية أكثر أنه صار هنالك تشنج في أيام الشيخ محمد أمين الاسترابادي، هذا الشيخ محمد أمين الاسترابادي هذا من كبار المحدثين، يعني صح من كبار، بس هو مدرس المدرسة الأخبارية، هذا عند كتاب كان عنيف اللهجة والشدة على ضد الأصوليين، يعني كتاب فيه شدة، يعني مثلا يتهجم على العلامة الحلي وعلى السيد ابن طاووس، كتاب شديد اللهجة، هذا يعني ليس له مصلحة لا له ولا غير. المهم فرد عليه الوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني هذا رئيس المدرسة الأصولية آنذاك، رد على الشيخ الاسترابادي ردا عني صاعقا. المهم وطبعا طبعا لم يفهم الجو، يعني العوام لم يفهموا الجو آنذاك، فصار التكفير والتفجير، يعني هذا كافر، والتفسيق. ولهذا الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه هنا رأى أنه لابد من التوافق بين المدرستين وإزالة هذا التشنج، فجاء في كتابه الحدائق النضرة أنه هذا الخلاف لا ثمرة فيه. هو يقول كنت أناصر إخواننا الأخباريين في بادئ الأمر وعلمت في، ولكني تركت هذا في آخر الأمر وعلمت أن الخلاف لا ثمرة فيه. ثم يذكر آراء المجتهدين القدامى مثل علامة الحلي، المحقق الحلي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشيخ المفيد، يذكر آراءهم باحترام وبالتقدير، وربما وافقهم وربما خالفهم. بالنتيجة ذاك الأصولي فقيه وهذا الأخباري أيضا المحدث هو فقيه، وكل يستنبط بحسب اجتهاده، وإن كان الإخباريون يرون أن الاجتهاد غير جائز وشرعا، إنما الرجوع إلى أخبار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على كل حال فالشيخ يوسف رحمة الله عليه هو خلاصة الإخباريين، ويعني وكان الجامع بين هاتين المدرستين، المدرسة الأصولية والأخبارية. وذكرت يوم أمس أن الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه رغم أنه محسوب على
فيها الأخبارية إلا أنه استفاد من المدرسة الأصولية وتتلمد على يد علمائها، وكان يستنبط ربما هو أخباري لكن يستنبط، يأخذ يعني مثلا يرى أن بعض الأحكام تأخذ مثل ما يأخذها الأصوليون وبالعكس ذلك. فالشيخ يوسف رحمة الله عليه خلال إقامته في كربلاء 20 سنة حاول التوافق بين المدرستين وألف عدة كتب، من بينها كتاب الدرر النجفية 4 مجلدات، ومن بينها كتاب السلاسل الحديد في الرد على ابن الحديد. هذا الكتاب يرد فيه على ابن أبي الحديد المعتزلي. المعتزلي المعتزلة ينقسمون إلى فرقتين، فرقة ترى بأن الأفضلية للخليفة الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا الرابع، والفرقة لا ترى أن الأفضلية لعلي بن أبي طالب أنه هو الأفضل، ولكن يقولون لا بأس من أن يتقدم المفضول على الفاضل. فالشيخ يوسف يرد على ابن أبي الحديد المعتزلي، يعني ابن الحديد المعتزلي وإن كان يقول بأفضلية علي بن أبي طالب لكن لا يرى أنه هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله صلى الله عليه ومن بعده الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالشيخ يوسف يرد عليه في هذا الكتاب. على كل حال جزا الله الشيخ يوسف خير الجزاء، وجزا الله علماءنا خير الجزاء على ما قدموه من الجهود في نشر علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحشرهم مع محمد وآل محمد. وإلا المصاعب التي مر بها الشيخ يوسف منذ صغره، يعني منذ 10 سنين هجم وصارت فتنة الهولة والعتوب وهاجر أبوه، وأيضا ثم غزو الأباضية وأحرقت مكتبة أبيه وصدرت أموال أبيه، ثم بعد ذلك يذهب إلى القطيف 3 سنوات، ثم يرجع إلى البحرين يمكم 5 سنوات، فلم يطب له الاستقرار فيهاجر إلى شيراز فترة وجيزة، ثم يلاحق ثم إلى منطقة أخرى فيحرق بيته، ثم إلى منطقة اصطهبانات، ثم إلى كربلاء. يعني الرجل موكل به البلاء توكلا لا يفارقه، ولهذا هو يقول في شعره: لقد ضاقت علي الأرض طرا وسد علي منها كل بابي، لقد ضاقت علي الأرض طرا وسد علي منها كل بابي، ثم يقول: رمتني النائبات وكنت نارا على علم يطوى بها طي الكتاب. يعني يقول أنا نار على علم، المفروض أن ما تحل بي، والنائبات رمتني النائبات وكنت نارا على علم طوي منها كطي الكتاب. ولكن نقول للشيخ يوسف: لماذا أنت تنتمي إلى أي مدرسة؟ أنت حتى لا تصاب بالنوائب والمصائب، أنت تنتمي إلى مدرسة إلا خير إلا أشرف الناس أفسادات الناس فيها رمتهم البلايا والمصائب. الحسين سلام الله عليه، الحسين هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا به يشرد يقول: إن بني أمية نهبوا مالي فصبرت، أخذوا شتموا عرضي
فصبرت ويريد أن يقتلوني فخرجت. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. المفروض أن يبقى الحسين في مدينة جدة في مكة والناس تحميه، وإذا بيزيد بن معاوية يرسل 30 شيطانا من شياطين بني أمية ويأمرهم بقتل الحسين. اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، اقتلوا الحسين ولو كان في مكة بلد محترم. ولهذا الحسين لما علم بأن بقاءه سوف يؤدي إلى هتك حرمة الكعبة أحل من أحرامه وجعلها عمرة مفردة. آخ بات الحجيج بأمن في منى وغدا، ريحانة المصطفى والخوف يتبعه صدا عن حجه في يوم تروية. أمثل صبط رسول الله يمنعه؟ لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرو. وياي وياي، لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرو. لبيك تذبح حزوتي واظل انا ما افرو. لبيك ذبحوني وظل من الضما ما امرو. لبيك ذبحوني وقلبي من الظما ما امرو. لبيك انا المطلوب، لبيك انا المظلوم، لبيك انا المظلوم وانت تعلم بحالي. لبيك في مرضاتك يذبحون اطفالي. لبيك حراتي تسافر مع الهوالي. لبيك انا المطلوب، لبيك انا المظلوم، لبيك يا ربي تقبل نسكي والأعمى. لبيك واقبل تلبيات بذبحة الأطفى. لبيك حتى الشمر يصعد فوق صدري أيوة حسينا. لبيك حتى الشمر يصعد صدري بلينعة. لبيك انا المطلوب، لبيك انا المظلوم، لبيك انا حسين الصبط ما راقب وشاني. لبيك راسي يرفعون برمح عدواني.
لبيك تبقى حايرة بالشام نسواني، لبيك أنا المطلوب، لبيك أنا المظلوم. آه خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنه. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأعز الخلق وأكرمهم عليك محمد وآله، اللهم تقبل صيامنا في هذا الشهر العظيم، أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وكف الأدى وحفظ اللسان. اللهم فرج عن أسرانا ومعتقلينا، أرجحهم إلى أهلهم سالمين، احفظ شيعة علي بن أبي طالب في كل مكان لا سيما في العراق وفي البحرين. اللهم رد غرباءنا لا سيما السيد علي، أرجح إلى أهله سالما. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع، اللهم في أعمارهم وفقهم إلى كل خير، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح المراجع العظام، إلى مراجعنا الماضين شيخ يوسف وغيره من الفقهاء، والشيخ الوائل يصادف أيضا وفاته في مثل هذه الأيام، وإلى سائر أرواح الفقهاء والعلماء والشهداء الفاتحة. اللهم تقبلهم جميعا واسكنهم الفسيح من جنتك، وافلح من يصلي على محمد وآل محمد.